السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهد حي أولاد بوشية والواقع بالمخرج الشرقي لمدينة البويرة حادثة بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة وتوفي متعثرا بطلقة باروت تلقاها على يد أخيه الأكبر منه سنا. الحادثة والتي اهتز لها سكان حي أولاد بوشية على وجه الخصوص وسكان بلدية البويرة على وجه العموم وقعت منتصف نهار اليوم بالقرب من المنزل العائلي بالحي المذكور بالبويرة، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن وقوع شجار بين الضحية والجاني قبل لجوء هذا الأخير إلى إخراج بندقية الصيد والتي كانت بحوزتها موجها طلقة نارية للضحية أخيها على مستوى جسمه، مما أدى إلى وفاته بعد تحويله إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدينة.